بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري منها والحسون، كل يوم خميس ويوم أحد على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا هنالك حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، كما يمكنكم متابعتي عبر مدونة sookumar.com وكذلك عبر صفحاتي سوق عمر على تويتر وعلى الفيسبوك. كل هذا وأكثر تجدونه أسفل هذا الفيديو. أصدقائي، أيضا لا تنسوا تفعيل الجرس في هذه القناة كي يصلكم جديد الإشعارات وجديد الحلقات، لأن سياسة اليوتيوب تفرض عليكم أن تفعلوا الجرس كي ترسل لكم الإشعارات الجديدة والحلقات التي نبثها حديثا. في حلقتنا اليوم سنتحدث عن أسباب توقف الطيور الكناري أو توقف طيور الحساسين عن التغريد. هنالك بعض المربين وحتى بعض الهواة يسألون: طائري كان يغرد بصوت قوي، طائري كان يغرد ويستمتع وأنا أستمتع بتغريده، ولكن فجأة أصبحت فوجدت طائري صامت، يعني لا يغرد، ما هي الأسباب؟ هنالك عديد الأسباب التي تجعل الذكور لا تغرد، بما فيها الذكور الحساسين أو ذكور الكناري. من بين الأسباب أصدقائي دخول الطائر الذكر في مرحلة القلش السنوي، أو بما يعرف التصفية أو بغيار الريش، فهذه المرحلة تجعله يسكت تدريجيا عن التغريد، لا يسكت نهائيا ولكن تدريجيا. فلنركز في الألفاظ كي نفهم الموضوع. عندي طائر يغرد بصوت قوي، إذا دخل في مرحلة القلش أو إذا دخل في مرحلة التصفية أو غيار الريش فيفقد صوته تدريجيا، يخفض صوته حتى يصمت نهائيا، وبعد 3 أشهر على ما أظن أو أقل بقليل يعود الطائر في تغريده تدريجيا ضعيفا ثم متوسطا ثم يعود بقوة. هذا غيار الريش ماذا يفعل بالصوت؟ أما الصوت النهائي، السكوت النهائي الذي الطائر يغرد اليوم ومن غد أصبحنا ووجدنا الطائر لا يغرد نهائيا، فهذا عامل آخر، وهو عامل سبب له الفزع أو سبب له الخوف. مثلا سقط القفص مثلا في الليل، أفزعه أبو بريس أو أفزعه فأر، الطيور الجارحة، القطط، كل هذه الأشياء تسبب يعني سكوت فجئي للطائر. هنالك سكوت متدرج وهنالك سكوت فجئي للطائر. بالنسبة للذكر الكناري أو ذكر الحسون، السكوت التدرجي كما قلت لكم، هنالك بعض الأمراض تسبب السكوت التدرجي، يعني يكون صوته مرتفع بنسبة 100% ثم يقلل 80 ثم 60 ثم 40 ثم 10 ثم 0. هذا العامل يكون عن طريق أما القلش يعني التصفية أو غيار الريش، أو عامل الأمراض. وهنالك أمراض أخرى تسبب الصمت النهائي. من بين الأمراض التي تسبب الصمت النهائي يعني مثلا الفاش الرئوي، الفاش الرئوي واللازماتيك يعني ضربة الهواء تسبب الصمت النهائي، لأن الهواء خلاص ضرب في الحنجرة والصوت يخرج من الحنجرة. وكذلك أيضا الفزع، الخوف، التهديدات التي تصيب الطائر، كل هذه الأشياء تسبب له الصمت الفجئي. هنا علمنا الصمت التدريجي وهنا علمنا الصمت الفجئي. الآن سوف نأتي في العلاج. يجب أولا أصدقائي أن نشخص إذا كان صمت تدريجيا، فإن كان قلش أو غيار الريش فهذا ليس لنا دخل، سنترك الطائر على راحته ثم سيعود بإذن الله يغني ويغرد كما كان. أما إن كان عن طريق مرض نوعا ما فيجب أن نشخص المرض ثم نقدم له الدواء المناسب. الطريقة الثانية وهو الصمت الفجئي والكلي. هنا إذا الطائر فزع أو القفص سقط من أعلى إلى أسفل، أو أفزعه طائر جارح أو قط
أو فأر أو أبو بريس، هنا نقدم له أشياء تهديه، مثل مثلا تقديم ورقات نعناع مرة في الأسبوع. النعناع له فوائد كثيرة جدا في تهدئة الطيور. أيضا نسنس الطائر بمكان يكون يحس فيه بالأمان، ونقدم له الفيتامينات ونقدم له الأغذية المتوازنة كي يعود تدريجيا ويعود إلى ما كان عليه. أصدقائي، هنا في تربية الطيور كما قلت لكم ذكرتها مرارا وسأذكرها مرارا بإذن الله، المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة، التعلم في هذا العلم، التعلم في هذا العالم الجميل، ليس فقط تربية أنثى مع ذكر ونزوجهما مع بعضهم البعض وننتج فراخ ثم نذهب بالفراخ إلى السوق ونبيع الفراخ وينتهي درسنا إلى هذا اليوم، ولكن تربية الطيور تربية تحتاج منا الصبر، تحتاج منا التعلم، تحتاج منا الخبرة. وأنا أتحدث وأنا أيضا ناقص مثلكم أصدقائي، أنا أيضا أتعلم، ومن يقول أني فهمت علم الطيور هو بالأساس لم يفهم. لهذا يجب علينا التعلم وأخذ المعلومة بحذر والبحث عن هذه المعلومة، هل هي صحيحة أم لا، نبحث عنها في الانترنت، نسأل عنها عند الخبراء، إذا وجدنا أن المعلومة صحيحة نطبقها، وإذا وجدنا أن هذه المعلومة فقط عند الشخص الذي أعطانا إياها لم نسمع بها عند الآخرين أو لم نجدها في الإنترنت فلا نأخذ بها. هنا أصدقائي أتمنى أني قد أوصلت لكم الفكرة بالشكل المناسب. هو درس عن أسباب توقف طائر الكناري، ولكن أنا تعمقت أكثر عن أسباب توقف طائر الكناري. هنالك أسباب عديدة، سبب فجئي وسبب يعني تدريجي، يجب أن نشخص الحالة ثم كي نعرف ماذا نقدم لطيورنا كي نعالج هذا الشيء. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أني قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، وأيضا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلي على النبي محمد ما شاء الله. وفي الختام عزيزي المشاهد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد وضغط بلايك لهذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.